السلام عليكم متابعي القناة قناة عالم النحل أبي. أمسية طيبة للجميع. نشاهد في هذه الخلية، هذه خلية قسمت منذ 14 يوم، ونحن نلاحظ هذا البيت الملكي. النحل ينزع في الشمع أو في القشرة في الأعلى. لماذا يا ترى النحل يقوم بنزع الشمع كي يفتح على هذه الملكة والتي لم تكمل نموها؟ شاهدوا معنا سبحان الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة أعزائي. أنا في نفس الخلية، نشاهد أن هنا بيت مفتوح، يعني ملكة خرجت اليوم. الخلية هذه عندها 14 يوم من التقسيم، يعني الملكة خرجت اليوم. الملكة هذه خرجت قبل باقي الملكات لأنها مربات من طرف النحل من يرق. هذه الملكة خرجت هنا، وهنا بجانب هذا البيت، هنا بجانب هذا البيت، يعني البيت الذي خرجت منه الملكة، النحل يقوم بالفتح على هذه الملكة، قلت قبل ما تكمل نموها. يعني المعلوم أن الملكة من بيضة تخرج في اليوم 15 أو 16 صباحا، يعني في اليوم 16 تكون خرجت. من يرقة ممكن تخرج قبل بيومين أو ثلاثة. هنا يعني خرجت قبل نهار ونصف، لأن النحل رباها من، قلت رباها من يرقة كبيرة. لماذا يعني الآن أنا أقوم بتصوير هذا الفيديو؟ لما فتحت على الخلية وجدت بأن النحل يقوم بنزع قشرة أو الشمع على هذا البيت، ومباشرة فكرت قليلا فوجدت بأن الملكة، ممكن الملكة تكون خرجت والنحل هو يقوم بتدمير هذه البيوت. ممكن النحل لما يشوف بأن الملكة خرجت، الملكة الأولى، يقوم بتدمير البيوت. إذن استنتاج بسيط هو أن، والله أعلم، هذا استنتاج بأن النحل عندما تخرج ملكة هو الذي يقوم بتخريب البيوت وليس الملكة. كنت أظن أنه في الأول أن الملكة عندما تخرج هي التي تخرب باقي البيوت، لكن وجدت أمامي هذه الحالة. يعني ها هي مباشرة، شوفوا اليرقة بدأت تظهر والنحل مازال يقوم بنزع الشمع على هذا البيت الملكي. تابعوا. سبحان الله، يعني كل فرد في الخلية عنده مهمة تاعو، عنده مهمة تاعو في العمل. أنا نشوفه في النحل أو يقوم بنزع. وهذا البيت الذي خرج منه الملكة، يعني نشوفه حتى كما نقولوا الشابو تاع البيت الملكي أو القمة تاع البيت الملكي منزوعة، يعني منزوعة معناه أنه هذه ملكة خرجت سليمة، يعني ملكة وليس النحل هو الذي قام بتخريب هذا البيت. أما في الحالة أو في البيت،